تعرض الأستاذ الجامعي والمعلم ياسر البراك إلى تهديد مباشر لمقاضاة أثر سؤاله لأحد النواب ماذا قدم النواب للناصرية، فيما أثار الموضوع مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر هاشتاغ كلنا ياسر البراك موقع تويتر وفيسبوك. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توفير قروض للمتعافين من الإدمان من المخدرات للإسهام بافتتاح مشاريع لهم، ودعت الوزارة إلى إقامة مؤتمر مختص لوضع خطة عمل تضمن إعادة تأهيل أكبر عدد ممكن منهم بغية دمجهم بالمجتمع. رجحت واسط نيابية اليوم صعوبة تمرير الموازنة الأسبوع الحالي لتجدد المشاكل بشأن بعض فقراتها، حيث ترغب بعض الكتل الشيعية بتخفيض سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار لكل دولار بعد ارتفاع أسعار النفط، وتهدد بمقاطعة التصويت على الموازنة، فيما تبرز حصة إقليم كعقبة أخرى أمام التصويت. عاد ضابط في الاستخبارات العسكرية مبلغاً كبيراً من المال إلى أحد المصارف العراقية مسجلاً موقفاً أخلاقياً ووطنياً، حيث عاد مبلغ 99 مليون و 250 ألف دينار تم اكتشافها كزيادة متحققة على مبالغ الرواتب نتيجة خطأ مصرفي لإحدى المصارف. استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وفد نقابة المعلمين برئاسة نقيب المعلمين وأعضاء النقابة بمناسبة يوم المعلم، وقدم تهنئة لوفد المعلمين بعيدهم قائلا: لي الشرف أن أكون أو أقف أمام أساتذتي من المعلمين وأن أشاركهم عيدهم. للمزيد من التفاصيل عن يوم المعلم وأهميته في العراق في ظل هذه الظروف العصيبة، ينضم إلينا نقيب المعلمين العراقيين الأستاذ عباس السوداني. مرحبا بك من حديث بغداد. في هذا اليوم نقدم أجمل التهاني والتبريكات لأساتذتنا ومعلمينا، شاكرين فضلكم علينا لما نحن فيه. ماذا تقول بهذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لجميع مشاهدي قناتكم الموقرة. حقيقة بداية أنه نهني الأخوة توادرنا التربوي ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم مع بعض، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح في عملهم خدمة لأبناء العراق وخدمة للعملية التربوية. طيب سيادة النقيب، ما طبيعة زيارة وفد نقابة المعلمين بناء يعني مناسبة يوم المعلم إلى دولة رئيس الوزراء؟ يعني ما هي الرسائل اللي حملها الوفد في يوم المعلم؟ حقيقة خطوة جيدة من السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم، لأن هناك دعوة إلى نقابة المعلمين الممثل الشرعي والقانوني للدفاع عن حقوق المعلمين بهذا اليوم الأغر، هو يوم عيد المعلم. وهذه طبعا يعني خطوة مباركة، يعني تم الحديث بعد ما هن السيد رئيس الوزراء المعلمين بمناسبة عيدهم عيد المعلم، وتم الحديث عن قضايا اللي خاصة بالعملية التربوية والمعلم خصوصا، وتكلمنا بخصوص العقبات والتراكمات التي رافقت العملية التربوية منذ النظام السابق إلى بعد العهد الجديد للعراق. طيب. وبينا بالتفصيل ما هي المعوقات التي تعاني منها العملية التربوية، منها الأبنية المدرسية، منها عدم تلبية متطلبات المعلمين.